السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي ودي قناتي. لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة اكلة بيحبها الكبار والصغيرين. هتعمليها بطريقة اشهى واطعم من الجاهزة زي ما انتوا شايفين كده. نص كيلو لحمة هيطلع لك كمية وفيرة جدا وطعمه أحلى من الجاهز. يلا نبدأ الفيديو وشوف الخطوات وشوف المقادير ونفذيه بنفس الطريقة. هتاخدي همبرجر أحلى الهمبرجر من الجاهز بطريقة بكتير. جميلة ولذيذة وطعمه أحلى كمان من الجاهز وأوفر، هيعمل لك كمية كبيرة. نص كيلو هيعملوا لنا 40 قرص. أكيد لو اشتريناهم من السوبر ماركت هيبقوا أغلى بكتير، ولو اشتريناهم بسندوتشات جاهزة هيبقى أغلى وأغلى. المكونات بسيطة جدا ومتوفرة عندك، وتغيير عن الكفتة اللي احنا بنعملها. الولاد دايما بيحبوا الهمبرجر، مقاديره سهلة جدا. انا عندي نص كيلو من اللحمة وتمن كيلو من السميد وبيضة، معلقة كبيرة كاتشب، معلقة كبيرة مستردة، وعندي التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وشطة. هقول لكم تاني، وعندي غطا ده اللي هشكل بيه الهمبرجر، وعندي مكياس التلاجة انا قطعتها مربعات كده عشان ديت اللي هعمل بيها القرص، وده الغطاء اللي انا هشكل بيه. طبعا الغطاء ده غطاء اي برطمان موجود عندك تشكلي بيه، بس انا عايزة اكد عليكم على التوابل. عندي نص معلقة من الشطة ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من التوم البودر. هو بس اللي عندي ربع معلقة هي الشطة عشان ما يبقاش حامي قوي. هو احنا بكل بساطة قوي هنخلط المقادير كلها على بعض. دي البولة بتاعتي، هضيف البيضة انا حطيت لها نقطتين خل كده عشان تعرفين انا ما بحبش زفرة البيض، وادي الكاتشب. ناخد المقدار كله، ناخد المقدار كله بتاع الكاتشب. وطبعا برضو هناخد المقدار كله بتاع المسترد. وهخلط التوابل معاهم، كل التوابل هضيفها كلها مرة واحدة وهخلط. وهحط البقسماط بتاعي. وابتدي اضيف اللحمة بتاعتي كلها. وابتدي اخلط اللحمة بتاعتي مع البقسماط اللي انا تبلته بالتوابل وبالبيض. طبعا الموضوع الخلط دوت لازم يتخلط كويس عشان يشرب من كل التوابل اللي احنا حطيناها.
عجن اللحمة ومش هقدر اخليها ناعمة و مش هقدر اخليها بالنعومة زي بتاعة الجاهز. بص انا علشان انجز مع نفسي جبت الكبة بتاعتي، هحط فيها شوية وانعمهم فيها، لان انا كنت بصور بالليل بصراحة والوقت اتأخر، فانا حبيت ايه انجز. لو كان عندي وقت انا كنت حطيتها في صينية وقعدت ادعكها بايديا. وكنت نعمتها يعني. انتي ما عندكيش كبة ما فيش اي مشكلة، بس انا عشان الوقت. شايفين نعمت ازاي؟ انا هكمل الكمية كلها بقى وارجع لكم. بص ده شكل الهمبرجر بتاعي بعد ما حطيته في الكبة. ممكن تعجنيه بايديكي لحد ما ينعم خالص ويختلط. عندي بقى الغطا بتاعي، ده لو انتي ما عندكيش المخبز بتاع الهمبرجر. بص انا هحط واحدة مشمع من تحت، هاخد واحدة مشمع تانية احطها من فوق. بص انا هاخد مقدار من العجينة كده، زي ما انتوا شايفين كده احطه هنا، واجيب المشمع التاني واغطي. غطي بقى لحد ما كده ايه متساوية معاكي. زي ما انتي شايفة طلعناها اهي. شايفين هحط عليها المشمع التاني، عشان بين كل واحدة وواحدة هحط مشمع. هاخد اتنين تانيين تقدري تشكلي بيها. هناخد كورة هنحط عليها مشمع، وهضغط على الكورة دي ببطن ايدي. هنسويها طبعا بإيديا. محتاجة بقى شوية تسوية نسويها. ده لو ما عندكيش البرطمان. انا هكمل الكمية بقى وارجع لكم.
وادي الهمبرجر بتاعي بعد ما خلص زي ما انتوا شايفين كده، عامل لي كمية وفيرة. انا هحطه بقى في على بعض كده في اطباق اللي هي الفويل دي، واحطه في التلاجة عشان اجمده واخرج على قد الاستعمال. واخرج على قد الاستعمال لما نستعمله. انا عايزه اوريه لكم بس من قريب، ما تفرقوش عن الجهاز. انا عملت له خطوط كده، عشان يبقى شكله وشكل الجهاز بالظبط. اهو كده واضحه، غير النكهه بتاعته ممتازه ممتازه ممتازه. جربوه بالطريقه دي بنفس طريقه المصانع، ولما انت تعمليه هيبقى احلى واحلى كمان. شايفين بقى، من نص كيلو لحمة عملنا كمية وفيرة من أقراص الهمبرجر. ممكن يبقى 40 قرص أو 50 قرص على حسب حجم القرص اللي انت هتعمليه. الوصفة دي مضمونة جدا، كل اللي بيعملها بيشكر فيها. النتيجة بتبقى حلوة قوي، أنضف وأحلى من الجاهز. محطناش فول صويا. شايفين بقى الأقراص بتاعتي، أنا جهزتها كده علشان أجمدها. بعد كده هاخد كل 6 مثلا أحطهم في كيس وهرصهم فوق بعض في الفريزر. وقت ما احتاج الهمبرجر هطلعه يفك شوية، بعد كده هبتدي اشويه على طول او هبتدي اقليه في الطاسة. بس عموما يعني بلاش موضوع القلية ده، ممكن يبقى معلقة زيت واحدة في الطاسة وتقلبيها على كل جنب، هتلاقيها استوت معاكي. طعمه حلو قوي. لسه كمان هعلمكم ازاي تعملوا سندوتش همبرجر ينافس الجاهز او شكله شكل الجاهز، وطعمه كمان جميل قوي عشان انت اللي هتبقي عاملاه بايديكي. شايفين جمال الهمبرجر بقى بتاع توتي. يلا اعملوا لايك للفيديو، عايزه لايكات كتير. بتمنى يعمل 10,000 لايك عشان الفايده تعم. الوصفه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.